فاس نيوز كتعجبنا، كتكون الوجود ديالها ديما موجوده معنا في اي مكان، كنشكروها شكر كبير. وحنا الوجود ديالنا تضامن مع الامن، لان عندنا الامن هو الامل ديالنا كاملين المغاربه. وكنشكرهم اللي صارين على هذا الوطن ليلا ونهارا، وكيتقاسوا وكيضربوا بقوه اللي كيحبوا المواطن الوطن ديالهم، والله يجازيهم بخير. وحنا ما نبغوش تصارد هاد المجرمين، وهاد المجرمين لا شيء عندنا، حنا براسنا هاد المجرمين نواجههم، حنا براسنا نعاونوا الامن ونواجههم، حنا نضربوهم اللي كيتصروا، اللي كيتصروا على الامن حنا نضربوهم. حتى حنا شجعان، ما نبغوش تصارد المجرمين يتصروا على الامن. وعندنا الامن مسكين ساهر على هاد البلاد، كيبغي يتفايق علينا وكيديرك راحة البال في الحياة ديالك، ليك والأسرة ديالك ولولادك. والله يحفظهم، والله ينصر الأمن الوطني للمغرب كامل، والله يحفظنا السيد المدير السي عبد اللطيف الحموشي، عندنا عزيز وكندعو معاه بالليل وبالنهار اللي كيدير هاد الجهودات ديالو على هاد المغرب، والأمن صار على هاد البلاد، الله يجازيهم جزاء كبير. وكنشكروا هاد القناة ديال فاس نيوز ديما مجندة معانا في أي مكان، المجتمع المدني كتجي الغيرة على اللي كيتصروا هاد التصورين على البوليس. خصنا حنا حتى حنا نربيهم بيدينا، نقبطهم ونعصيهم باش ما يعاودوش يتصروا. حتى حنا اليد الكبيرة مع البوليس، حنا هما اليدين معاهم، نكونوا معاونيهم بالليل وبالنهار، ديما نصاروا معاهم، كنباتوا فايقين. حتى حنا كتجينا الغيرة، ما رضاوش اللي يتصر على البوليس. والله يحفظنا الأمن ديالنا وينصرنا المغرب، وعاش الملك، وعاش الملك، ونموت على الوطن ديالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد القادر الطباغ، رئيس الجمعيه الجهويه للوكالات العقاريه جهه فاس بكناز. اولا كنشكر كل الفعاليات المجتمع المدني اللي حاضرين معنا في هذه الوقفه التنديديه، لان ملي كنشوفوا حنا رجال الامن كيتعرضوا للانتهاكات والفوضى والضرب والجرح، حنا كيبقى فينا الحال كفعاليه المجتمع المدني، لان في عوض ما نوقفوا مع رجال الامن وقفه رجل واحد ونازروه ونخافوا عليه، لانه لولا رجل الامن ما يكونش الامن والامان، وما يمكنناش نحسوا حنا نخرجوا في واضحه النهار ولا في الليل ولا هذا ونحسوا بذاك الامن، لان خصنا نشكرهم في عوض ما نجازيهم بشي حاجه خايبه، نجازيهم بمعامله طيبه باش نردوا لرجل الامن ذاك الهبه ديالو اللي كاينه. وشكرا لكم. السلام عليكم، معكم محمد زيري، رئيس الجمعية المغربية للنهوض بالطفل والمرأة في وضعية صعبة. أولا اليوم جينا باش ندوا على هذه الاعتداءات المتكررة اللي كتوقع على إخوان رجال الأمن الوطني اللي هما حماة هذا الوطن. هذه للمرة الثانية كندوا فيها على مثل هذا التصرفات، اللي صراحة هاد الرجال هادو اللي تيحميونا ليل نهار، واقفين على الراحة ديالنا، كيسهروا على العائلات ديالنا والأبناء ديالنا، وإذا به كنلقاو يعني بعض الأشخاص اللي ماشية منهم ديك الروح الوطنية اللي تضربوهم اللي تتعداو عليهم. هذا الشيء اللي استنكرناه وغادي نستنكروه، وكنطلبوا يعني من الاخوان ديال النيابه العامه والسيد رئيس النيابه العامه انه يشدد العقوبات في حق هاد الاشخاص، لان يعني باش يكون مثال لبعض الاشخاص اللي مستقبلا يبغى يدير مثل هاد التصرفات. وحنا مره اخرى غنبقاو ديما كندو في مثل هاد التصرفات، وكنشكركم انتم كإعلاميين على التواجد ديالكم، وكنشكر كذلك جميع الجمعيات المجتمع الوطني اللي حضرات واللي عندها غيرة على الوطن ديالها وغيرة على الرجالات اللي تسهروا على الأمن والأمان ديال هذا الوطن. وكذلك تنشكرهم من هذا المنبر، كنشكروا المديرية العامة للأمن الوطني على الاشتغال ديالها ليل نهار، كذلك تنشكروا جميع الأجهزة الأمنية اللي كتسهر للأمن والأمان ديال المغرب الحبيب ديالنا. كذلك كنطلبوا من هذا المنبر الله ينصر سيدنا والله يخليه لينا والله يطول في عمره، حفظكم الله. أنا علي قصاب، رئيس جمعية مواطن الشارع. اليوم من أمام ولاية الأمن جمعيات المجتمع المدني من داخل مدينة فاس تقوم بوقفة رمزية تضامنية مع كل رجال الأمن الذين تعرضوا للاعتداءات مؤخرا واللي شفناها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إذا اليوم نؤكد على أنه المجتمع المدني الفاسي يقف جنبا
الى جنب امام كل رجال الامن، امام كل رجال الشرطه، ضد مختلف الانتهاكات اللي كيتعرضوا لها، واللي اليوم نؤكد على انه رجل الامن يقوم بادوار مهمه وبادوار طلائعيه، تساهم في تحقيق الاستقرار، تساهم في ضمان السلم الاجتماعي، تساهم في محاربه ومكافحه كل اشكال الجريمه المنظمه، كل اشكال السرقه، كل اشكال البلطجه، كل اشكال الترويج ديال المخدرات الصلبه والغير الصلبه. اذا اليوم ما يمكن الا انه جمعيه المجتمع المدني انها تشجب وتستنكر هذه السلوكات اللامسؤوله، وانها تاكد على انه يجب الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الاعتداء على رجل السلطه او رجل الامن لما له من وضعيه اعتباريه ومن رمزيه داخل المجتمع المغربي. كما نؤكد على انه يجب محاسبه كل من يشجع هذه الممارسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمجتمع المدني سيبقى ضميرا حيا ويقظا من اجل محاربه كل هذه الاشكال وكل هذه الممارسات.